كيف اليوم شفتوا كنعاودوا الافتتاح ديال سوق المعارف واللي هو من سوق تاريخي وسوق اللي كان دائما هو من ارقى الاسواق على مستوى مدينه الدار البيضاء. اليوم بعد سنوات اللي تعرض فيها التهميش والتلاشي فاليوم عودنا الهيكله ديالو بمساهمه ديال التجار اللي ساهموا معنا بطبيعه الحال وانخرطوا معنا في هذه اعاده الهيكله واللي حاولنا اننا نستنبطوا اعاده الهيكله من طابع مغربي تقليدي بالاضافه وزوجناه مع طابع اندلسي باش نجعلو نعطيو واحد الحله جديده حتى على مستوى الواجهات. درنا الزليج البلدي، مستوى الارضيه زليج اسباني، درنا المشاربي اللي حاولنا، ولكن عاودنا الهيكله ديال التنظيم ديال هذا بمساهمه ديال الجمعيه اللي كتشوفوا اليوم ها هما كلهم داروا الحماله بنوعيه موحده بلباس موحد. على مستوى التجاره حاولنا اننا ننظموها وغادي ننظموها ان شاء الله بالمساهمه ديال هم. هذا كيجي في اطار اعاده الهيكله ديال هذه المنطقه كلها ديال المعارف، خصوصا هذه الساحه تمت اعاده هيكله الحديقه اليوم السوق، وان شاء الله غدا غادي يتم نقل السوق ديال سوق الورود الى منطقه اخرى باش نحاولوا نهيكلوا هذه المنطقه ونجعلوا منها منطقه جذب تجاري وسياحي لمدينه الدار البيضاء بصفه عامه. حنا اليوم تنتواجدوا داخل السوق باش نبين للناس الزبناء الكرام بان الحله الجديده ديال المارشي لانه ولا في واحد الحله جديده وفي المستوى. بعد الناس الزبناء باقي ما وصلوش باش يشوفوا هذه الحله الجديده، لا من ناحيه الجليج لا من ناحيه الفوق الاغطى ديالو، ومن ناحيه لي بورتور تا هما بالكساوي لي شاريو جداد كل شيء جديد، وهذا الشيء كله من اجلكم باش تشرفونا. وحنا كما معروف في المارشي ديال المعارف من بكري بالجوده والثمن مناسب وكل شيء، وحنا ترحبوا بكم اي وقت داخل دار الناس ديال الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء. درنا المحله اللبسه جديده ولي بورتور تا هما بلبستهم بلي شاريو جداد بكل شيء جديد، وهادشي كله من اجل الزبناء ديالنا باش يكونوا في مرتاحين.